اليوم نزل اثنين. اوكي يلا يلا. شايف اللي دماغ الكبير الذي تدخل وعائلتي بخلوني كمان مبسوطة، والناس المقربين إلي من صحباتي كمان بخليني كمان مبسوطة. إيه طب شو كمان؟ خليكم مبسوطة. إذا السؤال هلا لازم يجاوبوا عليه شو الإشي اللي بخليهم مبسوطين؟ آه بقدر يجاوبوا. شو بخليك إشي مبسوط كتير؟ يمان ابني. ابنك بيخليكي مبسوطة. اوكي معناته اتوقع الكل هون نفس الاشي. كلكم نفس الاشي صح؟ هم بيخليكم مبسوطين؟ طيب شو اللي بيزعلكم مرات؟ طيب فينا نجاوب كمان؟ هيني عم بكتب لهم ما الشيء الذي يجعلكم تشعرون بالسعادة؟ ايش بيخليكم مبسوطين؟
كلكم متضايقين مثلا؟ انه ما تروح على متحف الاطفال وانا كمان عم بضايقني اني ما اروح على متحف الاطفال. طب في شيء بخوفكم؟ خليكم هيك أسلم عليكي كاشف. كاشف اهلا اهلا كاشف. اهلا يا كاشف. كاشف جاوبني شو الاشي اللي بخليك مبسوط؟ طب بتعرفوا انه هاي كلها مشاعر ونحن عم نحكي عن مشاعر لانه نحن في المتحف هذا الشهر كله عم نحكي عن شهر الوطن العربي. وفي رح نحكي كثير عن المشاعر تبعونا وكثير كثير مهم شو اللي بخلينا مبسوطين كمان. وهذا الحكي للكبار والصغار برضه كثير ضروري انه نحكي نفهم هدول المشاعر. بس انا كسيدة وايد بتعرفوني لازم ادخل العلوم بكل شيء عشان هيك بلشت اسال. طب شو هو العلوم اللي بخلينا نحس بهاي الاحاسيس؟ في شيء جسمنا معقول ايدنا اللي بخلينا مبسوطين؟ رجلنا دائما بنربط مشاعرنا بالقلب. بس فعليا الجزء المسؤول عن المشاعر هو ايش هو؟ تمام. اعلى تمام تمام. هو المسؤول. الدماغ هو فعليا المسؤول عن المشاعر وتحديدا في جهاز كنان بيسلم عليكي. مين؟ كنان. اهلا وسهلا بكنكون. في رنيم حبايبه ورهف حبايبه. اهلا وسهلا برنيم ورهف حبايبه. اهلا وسهلا فيكم مع واي على الهواء. احكوا لنا شو الاشياء اللي بتخليكم مبسوطين لليوم؟ شو هذا؟ جهاز الحوفي تحديدا هذا المسؤول عن الاحساس. انا عم بحكي هلا علوم والعلوم لها دخل بالمشاعر. ابو رضا بقول لك الاشي اللي بخليه مبسوط انه اطفاله يكونوا مبسوطين. اطفالنا يكونوا مبسوطين. وانا بصراحه الاشي اللي بخليني من الاشياء قلت لكم العيله خصوصا اولاد اختي الصغار بخلوني كثير مبسوطين. هلا الدماغ هذا كل الكائنات عندها دماغ. دماغنا نحن مسؤول عن الاحساس. هيك شكل الدماغ. هذا الدماغ اللي شايفينه هذا دماغ البقرة. خليكم اياه عن قريب. هيك شكل الدماغ. كنان بقول لك الاشي اللي بخليه مبسوط انه يشوفك. وانا كمان يا كنكون. وهذا الدماغ بس بتعرفوا انا شو بدي دماغ مين؟ رضا بيسلم عليكي. اهلا وسهلا برضا. انا بدي دماغ سعيد. سعيد اولاد سعيد شو صاير معك؟ شو صاير معك يا سعيد؟ شكله ما بده غضب. بس انا مصرة. سعيد ما مش راضي يعطيني دماغه. عشان افرجيكم اياه شو اسوي؟ ايش اسوي؟ ايه ماشي.
لك سعيد تنطبق عليه كلمة انه مخه مسكر. مخه مسكر وانا بشك اصلا حطينا دماغ فيه ولا لا. مخه مسكر هلا كيف عم نحس؟ هلا انا احكي لكم بالضبط. انا شافت شغلة مثلا شغلة بتقلقنا او بتخوفنا زي ايش مثلا؟ في شيء بخوفكم مثلا اذا شفتوا مش عارفه حشره معينه او شيء؟ ما في شيء والله انكم ابطال. ايش يخوفنا؟ دماغنا بيعمل مثال بيحكي تليفونات بيبعت ساينات بيبعت ساينات لغدته. هاي الغدته موجوده فوق الكلى شكلها زي المثلث اسمها غده فوق الكليه هي الكظريه. هاي بتنتج هرمونات. هاي الهرمونات بعد اشارات اللي اجت من الدماغ بتنتشر على دماغنا وبنبلش نرقد فكله مرتبط بسلسله. هلا رح افرجيكم سلسله من النار عشان تتخيلوا كيف دماغنا لما نشوف اشي مثلا بتحرك دغري. جاهزين؟ نلبس النظارات افرجيكم السلسله اللي بتعمل. بقولوا لك لما حكيتي حشره مرعبه تذكروا السحليه، هم بخافوا من السحليه. ما تخافوا من السحليه، بتعرفوا انه نحن انا عندي سحليتين؟ ما تخافوا منهم، ما بخافوا سحليه. هلا رح نشوف كيف دماغنا بيبعث الاشارات عن طريق سلسله زي سلسله، هلا رح اعمل سلسله من النار اوكي عشان اوضح الفكره. رح استعمل غاز البوتان الموجود هون. نقرب شوي. هلا هلا رح تشوفوا. اظن انه بدنا نزيد شوية مي هون عشان تطلع لفوق 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 لفوق. في مي وصابون خليفات بتقول برضو انها بتكون مبسوطه كثير لما تيجي على المتحف. اهلا وسهلا فيها. وحده من الخلايا العصبيه بيكونوا مشبكين ببعض، هي عباره عن خليه عصبيه، هيك شكل. الخلايا العصبيه بتعاملوا مع بعض لو تعرفوا كيف.
الكهرباء. يعني لو جيت مين بده يكون العين؟ مين بحب يكون عين؟ أنا كيف؟ بفضل من صغار لأنه نجرب معهم. بتحبوا نجرب كلنا مع بعض؟ يلا امسكوا ايدين بعض انتوا، امسك ايدين، امسك ايدين، امسك 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 بقولك لما ناكل اكل صحي بيكونوا بدير بالهم على دماغهم، ديروا بالهم. هلا رح نحكي بس هيك عم بنتقل تقريبا الاحساس عم بيكون عندنا اوكي. فبتنتقل لكل دماغنا. الاكل الصحي كثير مهم. بتعرفوا انه السكر الزياده مش منيح للدماغ؟ الاكل الصحي عندنا عندنا الخضار والفواكه مهمة للدماغ واللحوم. وفي قبل مش كتير كتير مهم السمك كتير مهم واللحوم مهمة. وكمان كتبوا لك الجوز مهم والجوز كمان. الجوز شكله زي الدماغ أصلا فهو مهم. هدول الأكل كتير مهم. كمان في اشي كتير مهم. تعرفوا دماغنا بتكون 70% من مي، فلازم نشرب مي. واصلا اللي بحميه سائل اسمه سائل ايش؟ المية الحليب. الحليب برضو كمان منيح. بس هلا اللي بيحمي دماغنا بيحكي ما رح تنكسر. اجرب رح انط. هي دماغي
ايه دماغي حجم بيضة. لا 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 ايه معلش بيضة عادي بس المخبز يعني اصلا جعان. واحد اثنين ثلاثة هوب شكلها البيضة اصلية. طب لو انا فعليا خبطها مش كسر مش نطيتها تخيلوا شو بصير. هيك بصير بالمغرب بس حواليك السائل اسمه السائل الشوكي. بعرف انه هيك اسمه سائل حواليه اعرفوا انه حواليه بس لو خبطها الف مرة ونطيت ما بصير. وهذا الموجود حوالين دماغنا. فكتير مهم انه ناكل اكل صحي اوكي ونركز على الخضار والاسماك واللحوم. نبعد عن السكر مش كثير ناكل سكر مش نبعد بالمرة عن السكر لانه بعد خبز صغار برضو بس الكولا مش منيحة ابدا اوكي. ونشرب مي. في عندكم اي سؤال لليوم؟ بيقولوا لك بصير عائلهم يخربط. انت سالتيهم ايش بصير لو ما شربنا مي منيح؟ بصير عائلنا يخربط كمان اذا ما اكلنا مرات. بتحسوا لما ما ناكل بنكون تعبانين برضه. بيكون جسمنا بده اكل. لازم ناخذ شويه سكر مش بالمره سكر لانه بعدنا صغار نحن. يعني انا بعقد انا بصراحه ليش تقول صح سعيد؟ عن جد كمان لازم نعمل دماغنا فكركم. في بعض الالعاب اللي بنلعبها كمان ممكن تضر دماغنا تصدقوا لساعات طويله 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 جدا بتاثر كثير على دماغنا. يعني نلعب بس ما نلعب كثير. بعدين بتعرفوا اصلا الدماغ شو الاكل كله؟ بتعرفوا شو باكل الدماغ؟ باكل الكتب وبكبر لما كل ما قرانا. عندكم اي سؤال؟ قولي لي. هاي دماغ البقرة. دماغ بقرة. والله دماغ بقرة. عشان افرجيكم كيف شكل الادمغة. هذا كثير بيشبه دماغنا. تقريبا هم نفس الشكل. بس احجامهم مختلفة. ايه؟ يعني هلا عينك بعدك ده الدماغ تبعنا. الدماغ تبعنا بعد ده الغدد. حكوا لنا يلا اهرب ما بخوف. شوفي قلب قلبي شوفي ما بخوف. اي شكل بخوف؟ اوكي بس صار شوي. بحكوا لك لازم ما نلعب العاب كثير الكترونيه لانه كثير بياثر على دماغنا. عندكم اي سؤال؟ عندهم اي سؤال؟ في عندنا سؤال بيحكوا لك هل ممارسة الرياضة كمان منيحة للدماغ؟ دائما بيحكوا الجسم السليم بالعقل السليم. فأكيد ممارسة الرياضة كثير كثير مهمة. ألعاب البازل وحل الألغاز. حل الألغاز كثير في ألعاب كثير منيحة للدماغ. الشطرنج. بس مش بكثرة. في عندكم اي سؤال؟ نحكي باي او نسال سؤال سؤالنا لليوم هو ايش اسم الجهاز اللي جوا دماغنا اللي حكيت عنه اهم المسؤول عن الاحساس. هذا السؤال إذا جاوبوا شو رح يربحوا؟ عندك شو رح يربحوا؟ رح يربحوا 3 تذاكر مجانية لزيارة متحف الأطفال. رح تربحوا 3 تذاكر مجانية لزيارة متحف الأطفال. وبنستناكم كمان كل يوم في واي والإحساس. بتقدروا كمان تشتركوا فيه وفي تجارب جديدة خلال الشهر. نغير. بشوفكم. باي.